تعديلا لك. عندك تعليق؟ لخص بشكل كامل الأجواء اللي كانت كثير ناس إذا صح القول الآن فيما يتعلق ببعض التوضيحات على مستوى اليوم التالي. نعم. هو فلسطيني فلسطيني له بحكي تفاصيل كثير بامتياز، وهذا يتقاطع أيضا مع ما قاله إسماعيل هنية قبل عدة أيام بخطابه، وحدد الموضوع ببرنامج أو خطة طريق من أجل معالجة الوضع الفلسطيني، يبدأ أولا بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. طيب، بس الإصلاح الذي يقصده إسماعيل هنية والذي تحدث عنه السيد أسامة حمدان وكل القيادات تختلف عن الإصلاح الذي يقوم به أبو مازن. الحقيقة هذا نقاش منه جديد، يعني من دخول حماس بعد تحديدا سنة 2000 إلى الخارطة السياسية العامة الرسمية العامة، لأنه كانت أغلب شغلة كان كإطار مقاومة، بس بعد ما حصل في قطاع غزة بالعام 2007 النقاش اللي كان حاصل حول موضوع إصلاح بمنظمة التحرير كان له علاقة بالتمثيل. إجت الانتخابات لتكشف حقيقة التمثيل النيابي على مستوى الشارع الفلسطيني، وتبين أنه حركة حماس ليست فقط موجودة في رقعة جغرافية محددة، صحيح. هي منتشرة مش بغزة، يعني في كتير بيصير في نقاش وسجال أنه حماس بغزة، مفكرين أنه بس حماس مش موجودة بالضفة الغربية، مش موجودة بالقدس، مش موجودة بال 48، ومش موجودة بالشتات. حماس تنظيم فلسطيني فاعل ومؤثر وعنده موجود بكلها، موجود بكل دول العالم، مش بس على مستوى وين الشتات الفلسطيني، إنما أيضا له امتدادات موجودة بكل أنحاء العالم، حتى في قلب الأراضي المحتلة، حتى بقلب في قلب الأراضي المحتلة عام 48 موجودين وفاعلين ونشطين ويقومون بمهام، وأيضا يتم اعتقال بعض الشباب الذين يتهمون بشكل مباشر من منطقة 48، يتهمون بشكل مباشر بتأييد المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، إضافة إلى الحضور اللافت. أيضا هناك حيثيات لتنظيمات أخرى، الجهاد الإسلامي أيضا موجود، الجبهة الشعبية موجودة، حركة فتح موجودة، وكل التنظيمات الفلسطينية موجودة. لكن بالإشارة تحديدا على أن التعامل مع حركة حماس كأنها موجودة إقصاء من غزة، بالتالي إقصاء من المشهد السياسي، إذا تحقق، وبعتقد في صعوبات كبيرة ولا يمكن تحقيق باعتراف الإسرائيلي، لا يمكن إقصاء حماس ولا يمكن القضاء على حماس، لأن حماس بالنسبة لي الوجدان الفلسطيني العام هي فكرة مقاومة. طيب، فإذن طيب ممتاز الكلام اللي عم تتفضل فيه. طيب، بكرة بدها تطلع حكومة محمد مصطفى، وإذا أخذت الموافقة الأمريكية والموافقة الأردنية على ما يبدو أيضا بحسب ما ذكرت الصحف، طيب بدها تطلع حكومة خالية من، يعني ما في حماس، مش موجودة فيها حماس بالمرحلة المقبلة، ما حدا بده حماس في السلطة السياسية، يعني شو بدها تكون؟ كأنها لم تكن، شو بدها تقدر تعمل؟ يعني هكذا حكومة خاصة أنه عم نحكي عن محمد مصطفى وعم يعتبره أنه هي حكومة تكنوقراط، وهو بعيد عن كل الاصطفافات، خلينا نقول السياسية والحزبية في الداخل الفلسطيني، بس ما بدنا ننسى أن محمد مصطفى هو ابن البنك الدولي. صحيح. يعني ابن أمريكا تحديدا. يعني إذا كانت الانتخابات اللي حصلت بال2006 أنتجت تمثيل نيابي يعني بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وسمي يومها إسماعيل هنية، كان وقتها رئيس حركة حماس بقطاع غزة، سمي على أنه رئيس حكومة، انقلب المشهد بشكل كامل من قبل السلطة الفلسطينية ورفضت، وتراجع محمود عباس عن قرار التسمية بتشكيل الحكومة، ونشأ حكومتان، واحدة في رام الله واحدة في غزة، وهذا أدى إلى يعني انشقاق عمودي على مستوى الشارع الفلسطيني بين حركة حماس بما تمثل من وزن وثقل شعبي وحلفائها أيضا في فصائل المقاومة، وبين السلطة التشريعية السلطة الفلسطينية ممثلة بمحمود عباس والفريق الحاكم في رام الله، وما أنتج أيضا من نماذج لها علاقة بماجد فرج، لها علاقة بحسين الشيخ، ولها علاقة بعدة نماذج أخرى تتعامل بالموضوع الإسرائيلي أو التنسيق مع الموضوع الإسرائيلي على حساب المصالح الفلسطينية. يعني لدرجة أنه يحكى في منطقة الضفة الغربية عندما تسألين من هو الحزب الأكبر أو الأقوى والأكثر فاعلية، يقولون حزب بيت إيل، بإشارة إلى مستوطنة بيت إيل التي لا تبعد كثيرا عن منطقة مدينة رام الله، والتي يتواجد بها مقر التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال. هذا يعني الإغراء الذي قدمه، وهي عقيدة يعني موجودة لدى
حتى مرة أوري لوبراني تحدث منسق الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال عندما كان يحتل جنوب لبنان، عندما قال، عندما سئل كيف يمكن القضاء على حالة المقاومة في لبنان، قال يجب أن يستلم السلطة وأن يتم إغرائه بالمال. هذه المسألة الوحيدة التي ممكن من الممكن أن تقضي على فكرة المقاومة. مورست برام الله بشكل كبير، لدرجة أن هناك أصبح جيش من المنتفعين نتيجة نفوذ بيت إيل ومستوطنة بيت إيل والتنسيق الأمني. لكن أيضا قدمت هذه المعادلة نموذج آخر له علاقة بعرين الأسود وكتائب جيني، صحيح، وكتائب طوباس وكتائب نابلس، ونشاهد منطقة تحدثنا